برونو سافيو برونو سافيو ما سافرش مع النادي الاهلي الى رحله جنوب افريقيا لمواجهه سان داونز وايضا الى الكاميرون لمواجهه القطن الكاميروني برونو النهارده بلغ الجهاز الفني انه ركبته بتوجعه وكان قبل السفر بساعات قليله يعني كولر كان بيفكر فيه بس هو قال انا ركبتي فيها مشكله عشان كده كولر قرر استبعاده من القائمه واحد افراد الجهاز الفني في النادي الاهلي راح اتكلم مع برونو سافيو وقال له ان انت مش بتشتكي من اصابه وانت سليم لكن برونو اكد له ان ركبته وجعاه ماشي هو كده عارف ان هو ملوش دور يعني الجهاز الفني بلغ اللاعب بالخضوع لفحص طبي شامل بعد عوده بعثه الفريق للقاهره خصوصا وان مفيش مجال دلوقتي للكشف عليه واللي عرفناه في رقم 10 ان الساعات اللي فاتت شهدت جس نبض بين اداره الكره في النادي الاهلي مع برونو سافيو حول فسخ عقده بالتراضي و له لو عايز تمشي تعالى نفسخ العقد بالتراضي لكن برونو سافيو ووكيله رفضوا الفسخ بالتراضي وان الايام اللي جايه ممكن يبقى فيها جلسه بين اداره الكرة وبين سافيو مره اخرى للوصول لحل مرضي في نفس التوقيت النادي الاهلي ما مش ساكت بيدور على عرض ليه برونو سافيو سواء اعارة او بيع نهائي وانا كنت قلت لحضراتكم قبل كده ان مارس كولر كان ابلغ النادي الاهلي انه مش هيعتمد على برونو سافيو تاني وانه برونو سافيو خارج حساباته